الله أكبر الله أكبر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. المؤمن سهل لين قريب، الصدق منجاه، والصدق يجعل لك قبولا بين الناس. يبقى أنت لما تصدق مع ربنا، ربنا ينجيك من الأزمة اللي أنت فيها. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. النبي لما كان بيمر على الصبيان الأطفال الأولاد وهم بيلعبوا كان بيسلم عليهم. النبي كان بينزل لأصحابه، تواضع إلى الناس، تواضع إلى زوجتك، تواضع لأولادك، تواضع لإخوانك. هكذا ينبغي أن يكون شأن الإنسان المؤمن. ميراث النبوة مع الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام. هذا البرنامج تشاهدونه في الأوقات التالية. الآيات يحلو الزمان بنور فضلكم، وكم تحلو بفعل الصالحات حياتي.